بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب آخر من أبواب كتاب الكافي الشريف باب في تسمية من رآه هذا الباب حول بعض الأشخاص الذين رأوا الإمام المهدي وعرفوه في الغيبة الصغرى لأنه كما ذكرنا فيما مضى أن للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف غيبتين الغيبة الأولى هي الغيبة الصغرى التي بدأت من ميلاده او من بعد وفاة والده الامام الحسن العسكري في سنة 260 الى سنة 329 حيث في هذه الفترة كان للامام نواب خاصون سفراء عينهم هو بينه وبين الناس. فكان المؤمنون يتصلون بهؤلاء النواب الخاصين ويوصلون كلامهم واسئلتهم ورسائلهم الى الامام عليه الصلاه والسلام ويتلقون الجواب عن طريق هؤلاء. اول السفراء عثمان بن سعيد العمري. وكان بابا للامام الجواد كما نقله العلامة الحلي في الخلاصة. وكان من خلص وثقات اصحاب الامام الهادي والامام العسكري. فكان النائب الاول الذي اختاره الامام المهدي للنيابه الخاصة. فلما توفي عثمان بن سعيد العمري اختار الإمام المهدي ابنه محمد ابن عثمان محمد ابن عثمان اختاره الإمام المهدي ليكون النائب الثاني فلما توفي محمد اختار الإمام المهدي الحسين ابن روح النوبختي ومن بعده اختار الإمام المهدي علي ابن محمد السمري ولم يعين بعده الامام المهدي نائبا خاصا في سنه 329 بدات الغيبه الكبرى وهي مستمره الى يومنا هذا في الغيبه الصغرى توفي الكوليني صاحب كتاب الكافي لان وفاه الكوليني ايضا كانت في سنه 329 في نفس السنه التي توفي فيها النائب الاخير النائب الخاص الاخير فلذا هذه الروايات التي يرويها الكوليني في هذا الباب انما هي حول الذين راوا الامام المهدي وعرفوه في الغيبه الصغرى وهناك كلام حول الغيبه الكبرى والغيبه الصغرى سنتطرق اليه في مضامين هذه الاحاديث الشريفه الحديث الاول محمد ابن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري هؤلاء كلهم من اوثق الثقات قال اجتمعت انا يعني الحميري والشيخ ابو عمرو يعني عثمان ابن سعيد العمري النائب الاول اجتمعت انا والشيخ ابو عمرو رحمه الله عند احمد ابن اسحاق احمد ابن اسحاق كان من خلص اصحاب الامام العسكري من اهل قم وكان وكيلا للامام العسكري في قم. وبنى المسجد المعروف بمسجد الامام العسكري قرب حرم السيده فاطمه المعصومه بامر من الامام العسكري وباموال الامام العسكري. ايضا هذا من اجل الثقات. فعبد الله الحميري و عثمان ابن سعيد الذي هو النائب الأول اجتمع عند أحمد ابن إسحاق فغمزني أحمد ابن إسحاق أن أسأله عن الخلف أشار إليه الغمز قد يكون بالعين وقد يكون باليد يعني إذا واحد ضغط على إيد واحد بالخفاء هذا غمز أو أشار بعينه أيضا هذا غمز فأحمد بن إسحاق غمز يعني أشار إلى الحميري ليسأل عثمان ابن سعيد عن الإمام المهدي لماذا هو لم يسأل لعله حياء باعتبار أن هؤلاء كانوا ضيوفه فما راد يحرج الضيف أما الضيف يسأل عن ضيف لا بأس بذلك فقلت له الحميري يقول يا أبا عمرو إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه يريد يسأل عن الإمام المهدي يقول ولكن ليس سؤالي لأني شاك أريد أن أزيل الشك ولكن أريد أن أضيف الحس إلى الدليل العقلي أحيانا الإنسان ليس بشك عند أدلة عقلية لكن يريد أن يضيف الدليل الحسي إلى الدليل العقلي مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله هذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي له الموتى. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني شنو ولكن ليطمئن قلبي؟ إبراهيم نبي من أنبياء أولي العزم. والمعاد من أصول الدين إبراهيم ما كان شاك في المعاد الآن المؤمن العادي ما إلى شك في المعاد فكيف بنبي من أنبياء أولي عند الدليل على أن القيامة ستقع لا محالة العقل يدل على ذلك والله سبحانه وتعالى قد أوحى إليه لكن أراد إحساس ذلك بالحواس أراد أن يرى الكيفية أرني كيف تحيي الموتى لم يقل أرني إحياء الموتى هو مطمئن بإحياء الموتى لكن سؤاله كان عن الكيفية كيف تحيي الموتى إحنا أحيانا نعلم بشيء اكو أمامنا جهاز نعلم أن هذا الجهاز مثلا فائدته كذا نسأل عن واحد أنه أرنا كيفية تشغيل هذا الجهاز أنا ما شاك في أن هذا الجهاز يعمل وصنع لأجل كذا لكن كيفية الاستفادة منه أريد أشوفها بالعيان بالحس بعيني بأذني أستمع إليه مثلاً إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ولكن ليطمئن قلبي يعني شنو يطمئن قلبي يعني يضم الدليل الحسي إلى الدليل العقلي أنا أمثل لكم مثال إحنا بعض البلدان ما سافرنا إليها ما رايحين إليها مثلا أفرض اليابان عادة نحن أنا أنا ما ذاهب إلى اليابان وعادة غالب المشاهدين الآن والحاضرين ايضا لم يذهبوا الى اليابان. هل تعلمون بوجود اليابان ام لا؟ هل نعلم؟ نعم. نعلم بوجود اليابان. هذا علمنا شنو؟ علم يرتبط بالعقل لانه اخبار متواتره بلغتنا عن وجود دوله باسم اليابان. راينا اثار هذه الدوله بالبضائع والصناعات التي تصلنا. ما عندنا شك. لكن اذا واحد ذهب وراى اليابان بعينه، سافر اليها، هذا جمع علما حسيا بالرؤيه الى العلم غير الحسي بالاخبار المتواتره التي وصلته، والصناعات التي رآها. ابراهيم عليه الصلاه والسلام اراد اطمئنان القلب، يعني شنو؟ ضميمة الدليل الحسي بعينه يشوف إلى الدليل العقلي والنقلي، حيث أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، لذا الله أمره بأن يأتي بأربع طيور يذبحها ثم يعجنها عجناً بحيث أنه كل أجزائها تختلط. فيضع على رأس كل جبل جزءا على عشرة جبال زين هذا اللحم اللي شبه لحم مثروم خليط بالعظمة والدم واللحمة والريش وما إلى ذلك ومو معلوم يا جزء يرتبط بأي طير من الطيور على عشرة قمم جبال ثم نادى الطيور واحدا بعد واحد الأجزاء من كل طير اجتمعت في الهواء من على رأس قمة هذا الجبل وهذا الجبل وذاك الجبل وذاك الجبل وذاك الجبل, وذاك الجبل اجتمعت ومنقار الطيور كان بيده المنقار الأول اجي اتصل الطير بهذا المنقار أحياه الله سبحانه وتعالى فرأى بعينه ما كان يعلم به بعقله زين هنا الحميري وأحمد بن إسحاق يعلمون علما قطعيا بوجود الإمام المهدي لكنهما لم يرياه بعينهما ما شايفيهما كيف يعلمان به لإخبار الرسول ولإخبار الأئمة الماضين بالروايات المتواترة الرسول يقول الأئمة من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش وفي حديث آخر كلهم من بني هاشم هذا الحديث لا ينطبق إلا على الأئمة الاثنى عشر من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لولا هذا كان هذا الحديث خطأ وكذبا المؤمن يعتقد بأن الرسول صادق في كلامه لا يشك في ذلك أبدا إذا تريد تصدق الرسول في كلامه لازم تعتقد بالأئمة الاثنى عشر من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام روايات متواترة عن الرسول والأئمة أن الأرض لا تخلو من حجة من يوم أن خلق الله آدم عليه السلام إلى آخر إنسان على وجه الأرض فلما يرفع الله الحجة تسيخ الارض باهلها ينفخ في الصور، كل من في الارض يموتون. وهناك ادله عقليه اخرى ايضا. احنا اصلا شلون نثبت وجود الله سبحانه وتعالى؟ اللي هو اهم من اثبات وجود الامام المهدي، لان التوحيد اهم الاصول. نثبت وجود الله بالحواس، اكو احد شاف الله. لمسه والعياذ بالله، كلا الله سبحانه وتعالى اجل من ان يرى او ان يحس، لكن الادله النظريه العقليه اثبتت لنا وجود الله سبحانه وتعالى قطعا. زين، بالنسبه للامام المهدي ادله عقليه موجوده، لكن احب ان يضيف اليه دليل حسي. إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه ليش فإن اعتقادي وديني اللي ثابت بالأدلة المتواترة عن الرسول وآل بيته عليهم الصلاة والسلام أن الأرض لا تخلو من حجة الخليفة قبل الخليقة إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوما قبل ما القيامة تقوم هذه أدلة أيضا دلت وهنا أحمد بن إسحاق أيضا يكرر هذا المعتقد الذي ثبت عن الأئمة أنه قبل أربعين يوم من قيام القيامة إسرافيل ينفخ ينفخ في الصور فالحجة يموت وجميع من في الأرض يموت طبعا ذاك الوقت غالب الناس شرار إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوما فإذا كان ذلك يعني قبل القيامة بأربعين يوم رفعت الحجة يعني إسرافيل ينفخ في الصور فالجميع يموت الحجة يموت وجميع من في الأرض يموتون فاذا كان ذلك رفعت الحجه واغلق باب التوبه خلص لانه عندما الانسان يموت ماكو توبه يوم ياتي بعض ايات ربك النفخ في الصور لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون فأولئك أشرار من خلق الله عز وجل، لأنه في الروايات اللي هنا أحمد بن إسحاق يكرر هذا الأمر الذي يعتقد به لأنه ثبت بالروايات أنه الظلم والجور يستمر في الأرض إلى حين قيام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلما يظهر يملأ الأرض قسطًا وعدلًا بعد أن مُلأت ظلمًا وجورًا. ويحكم الإمام المهدي فترة طويلة. هسه في بعض روايات العامة سبع سنوات، تسع سنوات، لكن في رواياتنا أنه يحكم فترة طويلة، لعله مئات السنين. ولكن من باب قضاء الله سبحانه وتعالى، بأن الجميع يموتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يأتي يوم قضاء الله سبحانه وتعالى يجري في الإمام المهدي، الروايات الصحيحة، الصريحة، المعتبرة، المتواترة، دلت على الرجعة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرجع الأئمة واحدا بعد واحد ليحكموا الأرض، وأول من تنشق عنه الأرض الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فيحكم فترة طويلة، وكل واحد من الأئمة يحكم فترة طويلة، إلى أن أخير واحد منهم يحكم، لكن في زمانه يكثر الأشرار الناس، الأشرار يكثرون، فحين ذاك ينفخ في الصور، فيموت الحجة، ويموت كل من في الأرض. زين فيقول اني احمد بن اسحاق اعتقد بان الحجة موجود وانه هو ابن الامام العسكري لان الإمامة في الاعقاب وان الارض لا تخلو من حجة وان الائمة من آل البيت اثنا عشر كل ذلك اعتقد به هذا اعتقاد علمي عقلي ولكن أحببت أن أزداد يقينا أضيف الاعتقاد الحسي إلى الاعتقاد العقلي ولكنني أحببت أن أزداد يقينا هسه شنو معنى ازدياد اليقين إما بمعنى كثرة الأدلة اللي كل دليل من الأدلة يوجب اليقين، أو بمعنى تقوية الاعتقاد اليقيني لأنه الأدلة لما تكون كثيرة لا يمكن التشكيك. لكن إذا الدليل واحد يقيني عند الإنسان، واحد يجي يشكك به يزيل يقينه، أحياناً يصير الإنسان متيقن بشيء، لكن بعد ذلك يشك. البعض هم قالوا اليقين قابل للزياده والنقيصه. البعض قالوا ان معنى ازدياد اليقين ازدياد متعلق اليقين، على كل حال الانسان عندما تكثر الادله عنده اليقين يزداد عنده. وازدياد اليقين ليس به بأس لان نبي الله ابراهيم اراد ذلك، وان ابراهيم عليه السلام سأل ربه عز وجل ان يريه كيف يحيي الموتى. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي زين إحنا الدليل العقلي عدنا على وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إخبار الرسول وإخبار الأئمة الماضين والأدلة العامة التي لا تنطبق إلا على الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولولا ذلك لكان الكلام كذبا وحاشا لرسول الله عن ذلك فاحنا الأدلة العقلية موجودة عندنا. لكن نريد دليل حسي. إما احنا نشوف أو نسمع من رأى. السماع أيضا دليل حسي. زي نسمع منك. أنت سفير الإمام المهدي. أنت شفت الإمام المهدي؟ وإحنا نطمئن بك ليش؟ لأنك الثقة أحمد بن إسحاق يقول أنا سمعت من أبي الحسن يعني الإمام الهادي يقول العمري ثقتي الإمام المعصوم يقول ذلك فما أدى إليك عني فعني يؤدي يعني إذا قال لك سمعت الإمام الهادي يقول كذا فكأنه انت سامع مني. هذه منزله عظيمه يعني هالشكل تعبير من امام معصوم حول راوي من الرواة وصاحب من الاصحاب ما عندنا وقليل جدا. العمري ثقتي فما ادى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول. اذا قال قال الامام الهادي كلامه مئة بالمئة مضبوط وصحيح. فاسمع له واطع فانه الثقة المأمون، شلون تعبير؟ ثقتي، ما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول. فاسمع له واطع فانه الثقة المأمون. زين هذا كلام الإمام الهادي في عثمان بن سعيد العمري. وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد عن مثل ذلك، سأل الإمام العسكري عن ذلك، فقال له: عندما أحمد بن إسحاق سأل الإمام الهادي عن العمري، ذاك الوقت ابنه ما كان موجود أو كان صغير، لكن حينما أبو علي سأل الإمام العسكري عن العمري. الإمام أجابه عن العمري وعن ابن العمري اللي هو السفير الثاني فماذا قال له الإمام العسكري فقال له العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قال لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان فهذا قول امامين قد مضيا فيك الامام الهادي والامام العسكري هكذا قالوا بالنسبه لك فهسه انت شفت الامام المهدي قال فخر ابو عمرو ساجدا وبكى لله شكرا انه هكذا يثق به الامام الهادي والامام العسكري وهكذا قال عنه هذا الكلام والتوثيق العظيم فخر أبو عمرو ساجدا وبكى ثم قال سل حاجتك زين شنو سؤالك فقلت له أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد أنت شفته فقال إي والله ورقبته مثل ذا وأومأ بيده هذا شرحنا في الحلقة الماضية يعني على رغم أنه صغير في السن لأن الإمام المهدي تبوأ الإمامة وعمره خمس سنوات طبعا هاي خمس سنوات أكبر من عمر عيسى عندما كان نبيا قال إني عبد الله آتاني للكتاب وجعلني النبي إي ورقبته مثل ذا يعني صحيح عمره صغير لكن جسمه كبير فقلت له فبقيت واحدة عندي سؤال ثاني فقال لي هات قلت فالاسم شنو اسمه من هم كانوا يدرون انه الرسول قال واسمه اسمي، لكن اسماء الرسول متعدده. احمد ومحمود ومحمد ومصطفى وياسين وطه وما الى ذلك. هنا العمري يقول هذا في زمان الغيبه الصغرى قال محرم عليكم ان تسالوا عن ذلك. ما يصير تسالون عن اسمه ولا تذكرون اسمه. ولا أقول هذا من عندي أنا مو مشرع أقول حرام يعني أنا إذا أقول حرام لا فليس لي أن أحلل ولا أحرم ولكن عنه يعني الإمام المهدي في زمان الغيبة الصغرى نهى عن تسميته ليش؟ لأنه الإمام المهدي في زمان الغيبة الصغرى كان في غيبة ولكن كان يمكن الوصول إليه في الغيبة الكبرى هو في غيبة لكن لا يمكن لأحد إن, ان يصل اليه الا اذا هو شاء ان يلتقي بأحد. في زمان الغيبة الصغرى لا هو مختفي وكان السلطان العباسي يبحث عنه ليقتله هذا جانب، جانب اخر انه كان يراقب عيال الامام حتى مر يشوف الإمام يأتي إلى عياله يعني إلى أمه إلى أقربائه حتى يقبض عليه ويقتله. فالله سبحانه وتعالى في الغيبة الصغرى شاء أن يحفظ الإمام المهدي بالطرق الطبيعية. في الغيبة الكبرى حفظ الإمام المهدي بالطرق الغيبية. لكن في زمان الغيبة الصغرى بالطرق الطبيعية كان. فما كانوا يعلمون بأن للإمام المهدي ولد، وبعدين شويه حققوا ما لقوا الولد، فتصوروا أنه ليس للإمام العسكري ولد، فلذا خففوا الطلب عن الإمام المهدي، وخففوا الضغط على عائلة الإمام الحسن العسكري. لو انتم ذكرتوا انه الامام العسكري عند ولد بهذا الاسم السلطه العباسيه مره ثانيه تبدا في البحث عن الامام والتضيق على عائلته والله سبحانه وتعالى في زمان الغيبه الصغرى كان يريد ان يحفظ الامام المهدي بالطرق الطبيعيه لا بالطرق الغيبيه هذا كان خلاف التقيه يعرض الامام المهدي للخطر ويعرض عائلته للضغوط الشديدة. فلذلك صار النهي عن تسميته، اذكره بشكل عام، الخلف، الحجة، وما إلى ذلك من الأسماء العامة اللي الخلفاء العباسيون لا يلتفتوا إلى وجود ولد للإمام العسكري. لما تذكر صفة عامة ما راحوا يطلبون، لكن لما تذكر اسم خاص فلان ابن فلان راحوا يطلبوه ولكن عنه عليه السلام فإن الأمر عند السلطان يعني العباسي أن أبا محمد العسكري قد مضى ولم يخلف ولدا وقسم ميراثه ظلما أو قسم ميراثه وأخذه من لا حق له فيه وهو ذا عياله عياله يجولون ليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم أو يني لهم شيئا، يعني لا زال الناس يخافون من التقرب إلى عيال الإمام المهدي، وإذا وقع الاسم وقع الطلب، إذا عرفوا أنه أنتم تعتقدون بوجود الشخص بهذا الاسم، وهو موجود والبعض يلتقي به، راحوا يبحثون عنه، يصير تضييق على الإمام المهدي، ويصير تضييق أكثر على عياله. فاتقوا الله وامسكوا عن ذلك ومن ذلك يعرف انه الروايات الوارده في النهي عن التسميه كما سياتي في باب لاحق في زمان الغيبه هذه الروايات خاصه بزمان الغيبه الصغرى ولا تشمل الغيبه الكبرى ولذلك مشهور علمائنا انه التسميه في الغيبه الكبرى جائزه وان كان الافضل احتياطا عدم التسميه، وانما ذكر الاوصاف ذكر الكنيه ذكر اللقب تذكر المهدي، الحجه مثلا القائم وما الى ذلك من اوصاف والقاب، لكن الاسم الصريح اللي هو اسم النبي صلى الله عليه واله لا تذكره في زمان الغيبه الصغرى كان محرما كما ذكرنا فان الله سبحانه وتعالى يجري اموره التي يريدها يريدها مقاديره وقضاؤه تارة بطرق غيبية وتارة بطرق طبيعية، يعني الله سبحانه وتعالى حفظ رسوله محمدا صلى الله عليه واله من قتل المشركين في مكة بطريقة طبيعية، نام امير المؤمنين علي بن ابي طالب في مكانه والرسول خفية خرج الى جبل النور واختفى في الغار، ولما خف الطلب خرج إلى المدينة، هذه الطريقة طبيعية كانت. وأحيانًا بطرق غيبية لما الطرق الطبيعية الله سبحانه وتعالى ما يريدها أو تقصر، الله سبحانه وتعالى يأتي بالطرق الغيبية، مثلًا في الغار كان الرسول المشركون قفوا أثر الرسول إلى باب الغار. زين اذا كانوا يدخلون في الغار كانوا يقتلون الرسول صلى الله عليه واله، لكن الله سبحانه وتعالى ارسل عنكبوت فنسج على الغار نسيجا، وجاءت فاخته او حمامه او طير وفرخ في فوهه الغار، حينما وصلوا وراوا نسيج العنكبوت وراوا بيوض هذا الطير، هكذا تصوروا انه احد ما دخل الغار فرجعوا. الله سبحانه وتعالى حفظ رسوله بطريقه غيبيه وبطريقه طبيعيه في زمان الغيبه الصغرى الحفظ كان بطريق طبيعي لذلك كانت التقيه شديده حتى اسم لا تذكره اما في زمان الغيبه الكبرى الحفظ بطريقه غيبيه لذلك لا محذوره في ذلك نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا علما ومعرفه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين